السلام عليكم، معكم اخوكم حسن ابراهيم. حلقتنا اليوم ما راح نرسم بالديجيتال، ما راح نستخدم الفوتوشوب. اليوم راح ارسم رسم يدوي بالقلم الحبر او قلم الجاف، ما ادري ايش يسمونه اللي تسمونه انتم. راح ارسم جوكر، تمام؟ فشنو قلت بدا ما ارسم رسمه واحده، خلينا نجمع كل شخصيات جوكر من سنه 1960 ل 2019 اللي هو فيلم جوكر مال بطولة واكين فينيكس. فراح اجمع كل شخصيات جوكر في صفحة واحدة، راح يكون تقريبا 7 شخصيات جوكر، فراح تشوفوني وانا قاعد ارسم. طبعا راح اسرع الفيديو، ما راح اخليه بطيء لان العملية راح تطول وايد. انا هني قاعد تقريبا نص يوم قاعد ارسم كل شخصيات، رسمت كل شخصيات مالو جوكر، ما ادري مين ولا لا، بس انتم شايفين هني جمعت كل شخصيات جوكر. ان شاء الله تستمتعون بالحلقة، وبس خلينا نبلش. ما راح اسولف وايد، اوكي؟ خلينا نبلش بالحلقة. Thank you.
من بعد 9 ساعات صار لي تقريبا 9 ساعات قاعد ارسم، يعني مو قادر ابطل عيوني صراحة. الحين الساعة 3 الفجر مثل ما شايفين، الساعة 3 الفجر يعني تقريبا باقي بعد 10 دقائق يصير الساعة 4، يعني 10 ساعات. لأن هذه الرسمة كاملة، كل الشخصيات جوكر، طبعا كنت أقدر أخليها أيام أشتغل عليها علشان أشتغل على التفاصيل أكثر، بس قلت أخلصها يوم كامل مدام أني عندي استعداد وعندي طاقة أني أرسم، فقلت أقدر أخلصها اليوم، وهذه النتيجة. إن شاء الله راح حلقات الجاية راح أسوي هم رسومات ملونة بالألوان المائية، ألوان الأكريليك، أقلام رصاص، فحم، كل شيء إن شاء الله. طالع تقريبا 9 ساعات على الرسمة مثل ما شايفين. رسمت كل شخصيات جوكر بصفحة واحدة. مقاس الورقة كان A3، تمام، اللي حاب يعرف كم مقاس الورقة كانت A3. وطبعا الأقلام والأوراق يعني مو معينة أنا شاريهم. الورقة اللي اشتغل عليها هذه A3، تمام، هذه الورقة، تمام، استعملت الورقة هذه، تمام. والأقلام استعملت وايد والله كذا نوع، يعني شريت رقم فوق 10 أقلام. مستعمل 3 منهم، استعملت قلم عريض حق أماكن الغامجة، وقلم صغير راسه ضعيف حق أماكن اللي فيها تفاصيل. إيه 9 ساعات قعدت على الرسمة. أتمنى أن الحلقة عجبتكم، وإذا تبوني أرسم شخصيات ثانية كتبوا لي تحت بالكومنت علشان أعرف، وأي أحد يكتب لي الشخصية اللي يبيها راح أسوي حلقة ثانية إن شاء الله. طبعاً رسم يدوي مو بالفوتوشوب. أتمنى أن استفدت من الحلقة هذه. طبعاً ما شرحت شلون وكذي، بس يعني كانت بسيطة، وطبعاً بالنسبة لي مو بسيطة لأن 9 ساعات قعدت لها، بس حبيت أوريكم أن شغلي بالرسومات اليدوية. إذا عندكم أي أسئلة، طبعاً ما بقدر أفتح عيوني ولا تعبان. المهم إذا عندكم أي أسئلة كتبوا لي بالكومنت على اليوتيوب أو دشوا الإنستغرام، كتبوا لي بالدايركت مسج. إذا الحلقة عجبتكم أعطوني لايكات، ولا تنسون تشتركون بالقناة. راح أنزل فيديوهات كل أسبوع، مرة بالأسبوع راح أنزل، سواء كان رسم يدوي أو كان رسم بالفوتوشوب الديجيتال. راح أعلمكم شلون ترسمون، راح أسوي تحديات، وهم إن شاء الله راح أشترك مع فنانين نطلع ونرسم ونعطيكم خبرتنا بالفن إن شاء الله. يعطيكم العافية على المتابعة. معكم حسن إبراهيم، إن شاء الله نشوفكم بحلقة الجاية.